ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 خمسة جدا. بس انا لا انا زعلانه، مش هقول جدا كتير. لا لا انا مش زعلان، لا لا انا متضايقه، انا زعلان بس عشان قمت من النوم لقيت نفسي عم بشتم انا ومراتي. يعني ليه والله العظيم انا كنت يعني نايمه لسه صاحيه والله العظيم، دوبك بس ضربت اللينسز في السريع كده وقمت عشان الناس ما تقولي انت كنت نايمه باللينز. لا يا حبيبتي انا قمت حطيت اللينسز وقمت اضرب واحد بيدي على طول عشان انتوا بتقعدلي مش عارفه ليه الايام دي، او عشان احنا بنشتم مش عارفين ليه. والله بص يا جماعه، بص يا حبايب قلبي يا روحي يا فنزات كبدي من جوه، ما علينا. اول واخر مره انا هتكلم عن موضوع غيبه حقيقي بجد، مش عايزه اتكلم عن موضوع غيبه تاني. بس انا في يعني كام تعليق كده ضايقوني، داخلين تحاسبينوا فيا انا وجوزي. ليه؟ ليه بتتحاسبيني فيا يا جوزي؟ انت تعرفيني؟ انت ما تعرفينيش، فليه بتتحاسبيني؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا جالي على الانستا سكرين انتوا كدابين وحسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وجوزك وفي غدا واوكراني. لا عشان غلطه ما تفهمي السكرين، ما انا هقول اهو السكرين بالصوره ان اوكراني طالع في حفله طلاق بهيره. احنا مالنا؟ ده طلع واخدين له سكرين كده. انا والله العظيم معرف ولا شفت الفيديو ده ولا انا وعز الجلال مش متابعه على فكره. انا بقالي فتره مش متابعه لا غاده ولا اوكراني ولا متابعه اي حد في الدنيا، مع ان انا على فكره اللي انتوا ما تعرفوش ان انا ساكنه في نفس المكان اللي فيه بهيره. يعني انتوا لو شفتوني في الحفله حاسبوني، حاسبوني صح صحيح كده. انا ساكنه وراها، لو من ساعه المكان اللي احنا لو من ساعه الخناقه كنت شفتونا طلعنا على جدا اوكراني تاني حاسبوني. حاسبونا بس انتوا حاسبوني على اللي انا قلته. ايه قلت؟ قلت ان هم فعلا كانوا متخانقين، كانوا متخانقين بس. طبيعي. واقسم بالله وحياه اولادي وحياه ربنا وحياه بناتي، انا عمري ما هحلف بناتي عشان اطلع اخد مشاهدات وقرف والكلام ده. على فكره يا جماعه انا قناتي صغيره، بعمل مشاهدات عشان تكبر. انا لو عايزاها تكبر كل يوم هطلع اتكلم في الموضوع، هطلع اتكلم عن كل يوم عن يوتيوبر شكله وغاده واخدها يلا هي هيصه زي ما ناس كتير قوي بتعمل. بس احنا يعني مش 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 قصتنا او مش حاجه مش تبعنا. الحاجه الثانيه احنا لينا حاجه احنا بنعملها انا ومراتي كده وعيالي الاكبر والاقل. الحاجه الثانيه الناس اللي فاهمه ان انا باخد من اليوتيوب فلوس، اقسم بالله علي العظيم انا ما باخد منه لغايه وقتنا هذا جنيه. بس عشان نخلص الموضوع ده والناس اللي عندها القنوات فاهمين 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 يعني ايه ان انا لسه في خطوات بتتعمل عشان اقدر اخد من ورا اليوتيوب ده فلوس عشان ننهي المواضيع دي. وانت طلعت قلت انا متعصبه صح؟ متعصبه. واحده تخش تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وجوزك. ليه؟ انت حبيبتي ما تعرفينيش. ليه والله احنا ما لناش علاقه بالموضوع. اولا انا غاده بعرفها ما بقاليش شهرين، عرفتها برضو بالصدفه هنا ساكنه جنبي، دي حاجه. الحاجه الثانيه تدخلناش قوي وهم كل يوم والتاني كانوا في مشاكل على حد ما هم ما بيقولوا برضو. لما لقينا المشكله كبيره تدخلنا. على فكره يا جماعه انا ومحمد جوزي مش صغيرين سنا، انا اكبر من غدا بيجي ب 10 سنين وانا اكبر منهم هم الثلاثه بكتير يعني بعيد يعني مش قوي قوي يعني مش قوي. لا 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 بخمس سنين ما فيعني بالنسبه لغدا واوكراني بالنسبه ليا انا ونسمه لا احنا انا بالنسبه لهم لا كبير. بس فلما برضه هم دماغهم طايره شويه، فلما لقينا الاثنين هاري مع بعضيهم والمشكله بدليل يا جماعه انتوا عمالين تقولوا لي انت كدابه وانت لا انا مش كدابه فعلا. اليوم اللي حصل فيه المشكله كانت غاده، هي يمكن ما ذكرتش في البيت بس انا هذكر عشان برضو الناس تصدق ان هي كانت رايحه الفرح اخو بهيره بندق، كانت رايحه الفرح ده بدليل كانت حاطه الرموش ولابسه الفستان السواريه. أيوة. الناس برضو اللي ما خدتش بالها هي ما ذكرتش، قالت انا كنت رايحه فرح حد من اصدقائي. انا بقى بقول لكم هي كانت رايحه فرح مين؟ كانت رايحه فرح اخو بهيره تمام، عشان برضو الناس اللي عماله بتشتم وخدتني جزء في الموضوع. انا مش 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 محور الموضوع، انا اللي طلعت قلت لا هي مش بتنجح فعلا، كان في مشكله وانا شاهده عن الموضوع بس لا اكتر ولا اقل. مش عايزين نطول اكتر من كده على الفيديو اللي احنا عايزين نتكلم فيه. بس الاساسي يا جماعه بعد اذنكم احنا مالناش علاقه بالموضوع ولا قريب ولا من بعيد. دول كان فعلا احنا كنا بنرد على ان الناس كانت بتقول ان فعلا خناقه اوكراني وغاده دول فيك والكلام ده عشان بعت لي سكرين ان في المطبخ. انا انتوا شفتوني في الحفله يا جماعه
انا ما اعرفش، ما ممكن يكونوا اتصالحوا. انا مش عرفني، ما اعرفش والله، فعلا والله والله. وانا ولا شفت الفيديو اساسا الاولاني ولا شفت التاني. ما ممكن يكونوا انا لما شفت الناس بتحاسبن علينا وبتشتمنا دخلت فعلا اتفرجت على الفيديو لسه اول مره والله العظيم ثلاثه حالا والله، من 5 دقايق قبل الفيديو دخلت اتفرج على الفيديو فعلا، لقيت ان فعلا اوكراني في المطبخ فعلا، بس عشان السكرين جالي على كده. وما تقلقش، هو كان، انا برضو مش قادره اقول هو كان في المطبخ بيعمل ايه، ممكن يكون صالحه برضو. انا هي طلعت بررت، انا والله العظيم حتى ما طلعتش يعني، انا ما دخلتش على اليوتيوب عشان اشوف هي نزلت فيديو او نزلت، والله ما اعرف، مش متابعه. بس فاحنا لينا قناتنا لا اكتر ولا اقل، ما اعرفش. انا اخر مره شفت اوكراني على الانستا بيقول انه رايح اسكندريه اجيب غادة او حاجه زي كده، ده اللي انا عن حد علمي، لكن هو ظهر بقى في الحفله ما ظهرش والله. ما اعرف، حاسبوني لو انا كنت في الحفله ولا تعالي هنا انت زي قلتي كذا وهو كان في الحفل. انا ما اعرفش يا جماعه، انا قلت اللي اعرفه. ايه اللي انا اعرفه؟ ان هم فعلا كانوا متخانقين يوم الفرح، والخناقه كانت كبيره جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وحصل حوار وباباها ومامتها وكلهم جم. موضوع خناقه غاده واوكراني، الموضوع ده بقاله قد ايه؟ بقاله اكتر من شهر. شهر؟ لا صح؟ انت اقل ما شو ممكن شهر او ماشي او اقل من شهر. متذكر احنا طلعنا اتكلمنا في الموضوع غير هي مره مرتين او مرتين، مره لما صدقت على كلامها ان هي قلت فعلا لا مش عشان كنا موجودين. ايوه عشان انا، وتاني مره برضو كان حد برضو بيشتمنا برضو بيقول ان القصه دي انت طالعه بتقولي ليه ما اتكلمناش في الموضوع تاني. وتلاحظوا ان احنا رجعنا لشغلنا التاني بتاعنا احنا، شغلنا احنا بس بتاع لو نسمع اكتر. والله العظيم انتوا زعلتوني يعني، انا حتى كنت هعمل فيديو، انا وقفت نفسيا، زهقت ووقفت. وبعدين يا جماعه انا هقول كلمتين عشان اخلص الموضوع ده. بصوا يا جماعه، انا عندي 3 بنات، اللي متابعني عارف انا عندي 3 بنات. انا عندي اكبر بنتي 11 سنه، يعني غاده اكبر من ساندي بنتي ب 19 سنين، تمام كده؟ يعني انا اعتبرتها بنتي من بيتي، فلما لقيت بيتها ينخرب حاولت اتدخل انا وجوزي عشان نصلح. دي مش غلطه، ما تعدونيش على غلطه يعني، على حاجه انا ما عملتش. انا بالنسبه لي او وجهه نظري ان انا ما حبيتش اخرب بنت اعتبرتها زي بنتي، فما تلومونيش على حاجه انا ما عملتهاش. ويا ريت بعد كده بعد اذنكم ما حدش يكلمنا في موضوع غاده واوكراني تاني. غاده واوكراني على راسي، على راس راسي من فوق وانتوا على راسي. بس احنا مالناش علاقه بالموضوع لا اكتر ولا اقل، عشان ما نطولش عليكم الفيديو. يا جماعه ما حدش يكلمني في موضوع، ما حدش يبعت لي كومنتات عن حوار غاده، عشان ما نطولش بس على الناس الفيديو. وانتوا عارفين صفحتها، روحوا ابعتوا لها هي، ما حدش يبعت لي انا. مالناش علاقه يا جماعه بالموضوع، وانتوا على دماغي بس كده. يلا عشان ما اطولش عليك، باي باي.